كويما مرحبا بكم لمباراة القمة ومباراة النجم الراتسي والنادي الإفريقي في جولة حافلة الحقيقة. ثلاثة مباراة البلاي أوف من قيمة كبيرة ياسر اليوم. النادي الإفريقي يتحول الرادس لمواجهة النجم الراتسي. كيف كيف نجم الساحلي الاتحاد المنستيري وشبيبة القرار ملعب النابلي اليوم مباراة حلوة وسخونة. إن شاء الله نعيشوا بعد شوية مباراة حلوة ومشوقة بين النجم الراتسي والنادي الإفريقي في لقاءات تقريبا السنوات الأخيرة. فماش مباراة ما انتهتش في الماني تايم بين الإفريقي والنجم الراتسي هنا في قاعة راتس. الجولة الرابعة من البطولة الوطنية لكرة السلة نحكي بالطبيعة على مرحلة تتويج بالنادي الإفريقي. ثلاثة مباريات ثلاثة انتصارات في البلاي أوف. الفريق الوحيد اللي ما نهزمش في مرحلة التتويج ضد النجم الراتسي. ثلاثة مباريات زوز انتصارات وهزيمة كانت منذ أيام في هذه القاعة ضد النجم الساحلي. مباراة بين صاحبي المركز واحد والمركز اثنين. مرحبا عطيل. مرحبا بك ربيع. مرحبا عطيل عويج. يظل لي تعودتوا بيه وبتحليل نتاعو اللاعب الدولي السابق اللاعب والمدرب واللاعب السابق للزهرة. مرحبا مره اخرى عطيل. يعيشك. مرحبا بك. مرحبا بكل متتبعي الوطني. الدنيا بارده شويه ان شاء الله اليوم. المباراه تطلع في النسق وتطلع في الريتم وفي الفرجه. خلينا ننساو شويه البرد اللي موجود في تونس الكل وان شاء الله ربي يدفي على كامل اخواتنا في الشمال الغربي وفي كامل ربوع الجمهوريه التونسيه باذن الله. هذا النادي الافريقي والكوتش القادم منذ تقريبا شهر العائد منعم عون في مباراة منتظرة بين النجم الراتسي والنادي الافريقي والنجم الراتسي بنسخة عادل اتلتلي. نمشيو لتشكيلة الفريقين. نبداو بالاصحاب القاعة. النجم الراتسي حسني الالهي، مراد المبروك، عمر عبيده، ماتيوز، مروان كشريد، محمد حديدين، محمد امين المغربي، احمد اسماعيلي، عمر بوعليك، داستين تشارلز، امين رزيق، اشرف القنوني الكوتش وعادل التلاتلي. ذكروكم نجم الراتسي منقوص من المتميز العباسي لاعب الارتكاز المصاب يرجع بعد اسابيع من الان. ثم النادي الافريقي كايل فينايلز، ماك ميلان، مالكولم، زياد شنوفي، نعيم ذيف الله، هشام الزاهي، هيثم العلبوشي، بشير حديدين، مختار غيازة، مروان لغنج، اشرف الرزقي، حسين الجندوبي، لسعد شوية. المدرب هو منعم عون. ثلاثي التحكيم هيكل القسنطيني، معز البلتي، وصابر الرزقي. في مباراة تنطلق بعد دقيقة تقريبا من الان. بروغرامي الاربعة غير بوع مباراة اليوم. قلنا الجولة الرابعة من مرحلة تتويج البطولة الوطنية لكرة السلة. مباراة ما تحتاجش لتقديم عطيل. ظهر لي ما عادش فما تقديم في البلاي اوف. ظهر لي كل فريق ورى الانطباعات نتاعو من الجولات الأولى في البلاي اوف. خلينا نقولوا حتى من البطولة من أوائل البطولة. ظهر لي النادي الإفريقي ورى مردود متميز. ظهر لي بعد رجوع المدرب منعم عون ظهر لي شفنا فريق متكامل، فريق عازم على اللعب على الألقاب. بالنسبة للنجم الرياضي النجم الرياضي الراتسي ظهر لي ورى أثناء اللي هو فريق كيف كيف عتيد وخاصة على ميدانه. ظهر لي الفريق هذايا بالكف هذايا بالكم العدد اللي عنده نصوره أنا باش يقدم مردود كبير بالنسبة للبلاي أوف. حبيت تقول بالكم والكيف مش الكم والكيف. هذا هيكل القسنطيني. قلنا ثلاثي تحكيم قسنطيني بلتي والرزقي. في مباراة تنطلق بعد قليل نشوف الستارتير تاع الافريقي. نعيم ذيف الله، زياد الشنوفي، كايل فينيز، بشير حديدين، والمختار غيازة. قلنا نجم الراتسي اثر الصورة الجماعية لهذا الفريق الحقيقة. كيف كيف انتدابات بالجملة ورصيد بشري رهيب في رادس ذاك اللي قاعد يعطي في لقاءات كبيرة في بلاي اوف 2017. ستارتير النجم الراتسي حمودي، ماتيوز، مراد المبروك، عمر عبيدة، ومحمد امين المغربي. ملاعبيه تعرف بعضها، فرق تعرف بعضها. حمودي بشير خواتي لعبوا ضد بعضهم. مراد المبروك وكايل فينيلز او ماتيوز لعبوا في الافريقي في هذا الموسم مش بعيد برشا. والان في النجم الراتسي منعم عون منذ سنوات درب في رادس والان موجود في الافريقي. عادل تلاتلي بحكم خبرته وبحكم اطلاعه على كامل الانديه وهو مدرب وكوتش وطني يعرف كل كبيره وصغيره على اللاعبين تاع المنتخب. يعني مباراه دون اسرار. اللي باش يعمل الفارق اليوم هو الفورمه تاع اليوم، يعني الجاهزيه
الآنية أكثر منه قراءات في اللعب وأمور فنية، لأنه تقريبا كي تشوف العشرة اللي موجودين منطقي المباراة فتعادل، لكن شنو اللي يعمل الفارق؟ الجاهزية البدنية، الجاهزية الذهنية، ولا فورم دي مومون عطي؟ صحيح، هذا اللي الجاهزية البدنية اللي تحكي عليها بالمباريات بالنسق التصاعدي نتاع البطولة نتاعنا، نعرفوا اللي نلعب وربا سب، دونك الجاهزية باش تكون موجودة بالنسبة لزوج فرق. ظل اللي عامل الخبرة اليوم هو اللي باش يصنع الفارق، نعرفوا اللي اللاعبين جلهم لاعبين المنتخب، زوج مدربين من أحسن المدربين الموجودين عندنا في تونس، ظهر لي اليوم حوار تونسي تونسي، هذا يشرف كرة السلة التونسية، وظهر لي اللاعبين اللي على الميدان ماهمش يحسبوا برشا، باش يدخلوا ديريكتومون ظهر لي في صلب الموضوع، ونتصور أنا المباراة اليوم باش تلعب كيما تعودنا في البلاي أوف في الثواني الأخرى نتاعها. خاصة المباراة بين إفريقي ما انهزم حتى مباراة في البلاي أوف 3-3، ما يحبش يبدا البلاي أوف أو يبدا أول هزيمة في البلاي أوف اليوم في راتس، والنجم الراتسي بعد زوز انتصارات متتالية في زوز تنقلات صعيبة، هزيمة ضد النجم الساحلي واليوم يلعب في قاعته مرة أخرى وراء مباراة النجم الساحلي، يقول لك ممنوع عليا نخسر مباراة كبيرة وثانية على التوالي في قاعتي. من هنا فما كالكو بار شويه بريسيون في الافريقي وفي النجم الراتسي، الافريقي ما يحبش اول هزيمه، وخاصه البريسيون على راتس اليوم حسيتها بعد هزيمه ضد النجم الساحلي، ما فيها حتى مشكله، نجم اي فريق يخسر ضد النجم الساحلي كما النجم الساحلي يخسر ضد اي فريق، لكن النجم الراتسي خسر في قاعته ويلعب اليوم ضد نادي الافريقي في قاعته. يقول لك كوبان بيرميتر زوز هزائم في زوز مباريات كبيره في اربع ايام، يمكن فما ضغط اكثر اليوم على النجم الراتسي على النادي الافريقي. صحيح ربيع، هذا اللي ضغط واضح معنا من بدايه المباراه على النجم الراتسي، خاصة كي شفنا الدخول نتاع النادي الافريقي، التسديده الاولى من بشير، تهديدين ثانيه فاست بريك لهنا، ثانيه من نعيم ذي فله، الثالثه فاست بريك، ظهر النادي الافريقي متحرر اكثر من نجم الراتسي، ما نتصور اللي نجم الراتسي بالخبره نتاع اللاعبين نتاعو بالجمهور بالدعم الجماهيري الكبير نتاع النجم الراتسي، نتصور انا اللي باش يدخل في المباراه مش يبطى برشا في الدخول في المباراه. مباراة مفتوحة على كل السيناريوهات بين الافريقي ولا نجم الراتي في لقاءات تاريخية الحقيقة، ما نذكرش مباراة تفصلت مثلا في الكارتون الثالث بين الافريقي ونجم الراتي، على الأقل نحكي 3-4 سنين الأخرانيين الكلهم يتلعبوا على الأقل في الفترة الرابعة إذا مش في النصف الثاني تاع الفترة الرابعة، باش نشوفوا مباراة على غرار سابقاتها في السنوات الأخيرة اليوم ولا لا. على كل حال ليزانغريديون الكل، المكونات تاع مباراة كبيرة الكل موجودين اليوم في قاعة بوهيما بيرادس، مما جماهير نجم الراتسي بدات تكفي بشوي بشوي، جماهير غفيره، كره لحمودي امام زياد الشنوفي، ثم عمر عبيده يلعب مع المروكي، محمد امين المغربي، ثم مراد المبروك يخرج علينا، نعيم ذي فله يعرف مليح نادي الافريقي، يعرف مليح منعم قدرات مراد المبروك اذا يلقى روحه في وضعيات نتاع تسديد مريح في التيروفير، فانه ملاعبي يدور فوق 40%. البلاك شوت من ماتيوز صديق الامس منافس اليوم، ماتيوز كان منذ اسابيع مع الافريقي في مغامره البطوله الافريقيه في القاهره، الان يعود لرادس الفريق اللي جابه لتونس منذ سنتين، عمل لقاء كبير ماتيوز في افتتاح البلاي اوف في المستير، ثلاثه دانك، اربع عمليات بلوك شوت، فوق العشر نقاط بالنسبه لماتيوز في لقاء المونستير، لعب تحرر اكثر في رادس، أريحية أكثر في اللعب في رادس أكثر منه في النادي الإفريقي، ماتيوز في المقابل الإفريقي بنجمه الأجنبي الأوحد كايل فينيلز، 5-0 لصالح النادي الإفريقي بعد دقيقتين لعب، نجم الراتسي مازال ما افتتحش عدد التسجيل، في المقابل النادي الإفريقي مركز على غرار مبارياته حتى في البراج البونوس في اللقاءين الاول والثاني، نذكروا مليح النجم الساحلي كيف النادي الافريقي تكتين ثلاثة وصل 10 نقاط، قاعد يعمل في ديزونتان باهين تاع مباريات الافريقي، قاعد يدخل مليح في المباريات، 5-0 امتلاك النجم الراتسي، حمودي مراد المبروك جرب حظه يسدد من بعيد ما يسجلش، بشير حديدين موجود في عمليات التقاط، ثم الكرة للمروكي تمشي لحمودي يلعب مع ماتيوز، يرجع نعيم في فلة، وهيكل قسنطيني يعلن على بوسيسيون لصالح النادي الافريقي، دفاع جيد للنادي الافريقي مع بدايه المباراه،
وغياب مش غياب الحلول بالنسبة للنجم الراتي لأنه القارون في وضعيات مريحة نوعا ما، لكن غياب النجاعة خاصة. قال لي ربيع توخي النادي الافريقي لدفاع المنطقة، واضح اللي منع معون قاعد يحافظ على الأخطاء متاع الفريق متاعه، أخطاء متاع اللاعبين متاعه، ويعرف اللي نجم الرياضي الراتسي بالتوغلات تاع عبادة ولا مراد ممكن يعطي ديتي روفير للأمين المغربي ولا حمودي ولا لاعب الداخلي على لاعب ماتيوس وحمودي، ممكن يخرج الكرة للقذف من ثلاثة نقاط على طريق تسديد من ثلاثة نقاط عن طريق مراد مبروك وأمين المغربي. هذاك علاش شفنا الدفاع المنطقة نتاع النادي الإفريقي قائم بمردود ممتاز، قاعد يأمن في الالتقاط الدفاعي وقاعد يمشي في الفاست بريك تاعه واللعب السريع تاعه. 5-0 بوزيسيون لصالح النجم الراتسي. عمر عبيده كبلاي ميكر امام كايل فينيز، عبيده مراد المبروك يخرج عليه شنوفي، تمشي كوره لعمر عبيده امام هشام الزي، مازال كيتخلى هشام التسديد ينجح. اولى سلات النجم الراتسي تاتي بعد دقيقتين تقريبا 3 دقائق و 15 ثانية. علاش ترددت شوية؟ لأنه قاعد سانكرونيزي بين وقتنا نتاع الانفورماتيك والتوقيت اللي في الصبورة لا مع قاعة بوهيمة ما تخدمش، توقيت ما يخدمش في قاعة بوهيمة، لكن من حسن الحظ أنه فما التوقيت نتاع ال 14 نتاع ال 24 ثانية وفوقه التوقيت نتاع المباراة، واليوم نتبعوا مع بعضنا خاصة التوقيت هذاك لأنه الصبورة الرئيسية التوقيت نتاعها معطب. 5-2 بشير حديدان، نجاعة كبيرة للبشير حديدان في الجولة الأولى من 3 نقاط. نعرفوا حتى كان في نابل قبل كان في المراوحة بين اللعب الداخلي والخارجي يقلق المنافس المباشر نتاعو، نجم يلعب الداخل، نجم يلعب الظهري، نجم يديكروش يشوط من بعيد، تقريبا كيما حمود يا لو ميم بروفيل مع حمودي، ملاعبيه أليس تكنيكمون ويسدوا من بعيد وينجموا يلعبوا الداخل. حمودي ينجح بعد ثلاثية حمودي الرد من الشقيق البشير 8-4. 5 دقائق 39 ثانية امتلاك للافريقي بشير حديدين، وصل كورة لكايل فينيز أمام عمر عبيدة، يخرج حمودي للمساعدة الدفاعية، يستحفظ كايل على الكورة، تبقى لفايت النادي الافريقي. نعيم ديف الله يبحث داخل المنطقة على البشير حديدين، يعمل ستيب باك شوت، يسدد قبل ثانية من نهاية توقيت الهجوم ما يسجلش، فما عمر عبيدة في المتابعة يلعب الكورة الأولى مع حمودي، مقطوعة من هشام الزاهي، ليبقى الامتلاك لفايت النجم الراتسي. ماروكي في الرميزون جو، مراد المبروك، عمر عبيدة، ثم ماتيوز، 8 ثواني في الهجوم. ماروكي بس الكرة الحمودي، خش عليه نعيم في فلة، حمودي يسدد من نقطتين ينجح. فورما للأخوة حديدين اليوم عطيلة، مباراة في وسط مباراة، يعرفوا تكونوا مع بعضهم يعرفوا باسكيت بعضهم. ما تصورش الايامات الاخرى كان حكيوا برشا على الماتش هذا بشير وحمودي، لكن فما حوار داخل الحوار بين الملاعب يا زوز. حمودي كان مينيش غلط اول مباراه، يمكن حمودي وبشير يلعبوها ضد بعضهم، كان مينيش غلط، ما نعرفش اذا وقت خرج حمودي وبشير مازال في نابل لعبوا ضد بعضهم ولا ما عنديش معلومه، لكن رارمو رينا الماتشاب حديدين حمودي ضد البشير. ماتيوز الثلاثلي على الصوره والتعادل 8-8 بعد دخول قوي في المباراه للنادي الافريقي، خذا وقته النجم الراتسي ورجع بالنسق نتاعو الى مستوى التعادل الان لمباراه تنطلق من جديد الان مع دخول نصف الثاني من الفتره الاولى. يمشي هشام يعمل المراوغه في مرحله اولى، يمر يمشي الى تاكلو باني، يمشي للسله ويعمل لياب ويسجل كيف كيف متكامل هشام. زلنا ما ريناش لسعد شويه كيف كيف الملاعبيه امكانيات فنيه وقاعد يعمل في طرح كبار ياسر سنة لسعد شويه، ثم الكلاكات المتابعه من عملاق رادس الامريكي ايفرون ماتيوز، كيف كيف يعمل في بلاي اوف متميز ماتيوز،
هشام ينجح من 3 نقاط. مباراة رائعة عطيل، مباراة أقل ما يقال عليها أنه مباراة رائعة إلى حد الآن. 7 دقائق 6 دقائق ونص تقريبا رائعة، على خاصة خلفية النجاعة لادريس تاع الملاعب، يعني فما يون ادريس صحيح ربيع ظهر لي النجاعة موجودة من التسديد في 3 نقاط والتسربات حتى الاحصائيات الجماعية حتى على مستوى النقطتين. لادريس محترمة جدا اليوم في مباراة الفريق لونس مراتي، قاعدين نشوفوا في لعب سريع، قاعدين نشوفوا خاصة في الالتقاط الدفاعي من جانب نجم الرياضي راتي. اللاعب ماتيوس قاعد يأمن في الالتقاط الهجومي، الالتقاط الدفاعي قاعد يأمن فيه كيف كيف اللاعب ماتيوس. النجاعة قاعدة تجي من يدين بشير وحمودي بالنسبة للتسديدات. هشام ظهر لي أحسن دخول في المباراة هذه بعد زوز محاولات، زوز سلات، زوز سلات، وظهر لي الخبرة نتاع هشام خلات الفريق يلقى روحه معناها ديما متقدم في الفترة هذه. خبرة هشام ما خلاتوش يمنع من البلاك شوت نتاع ماتيوس منذ قليل، من كيف كيف لي ماتشاب الحلوين اللي بشوفوهم بين هشام وماتيوس. زوز طويل، زوز عندهم اكسبيريونس. مشى مرة بماتيوس سجل، المرة الثانية ماتيوس عمل بلاك شوت. أول دخول للأسعد شوية، قلنا يعمل في مباراة جيدة الأسعد الحقيقة، حسن برشا في التير الأسعد. أنا من اللي نلوم عليه شوية الأسعد أنه منذ صعوده 2010-2011 حسن روحه في كونتكست تاع جوار دو كونتر أتاك إكسبلوزيف، ما خدمش برشا اللي تير مي ديستونس نتاعو ولا التزيد من بعيد، قاعد يخدم على الحكايه هذه وقاعد يطلع في الاحصائيات نتاعو. طيب الاسعد لانه الباسكيت ماشي ملاعبي في ريجستر واحد، ملاعبي لازمها تلعب للريجستر الكل. والاسعد من الحاجات اللي تحسب للاسعد شويه انه حسن برشا اللي تير نتاعو، حسن 3 نقاط وريناه في مباراه نجم الساحلي منذ اسبوع. صحيح ربيع ظهر لي الاسعد خدم مليح، خلينا نقولوا النقطه هذه اللي نقص فيها شويه الاسعد منذ سنوات، لكن بالخبره نتاعو بالانضمام نتاعو للمنتخب الوطني بالوقت اللي ولا ياخذ فيه في النادي الافريقي، شفنا الاسعد قاعد ياكد معناها انتمائه وياكد حضوره ذهنيا خاصه في الخماسي تاع النادي الافريقي. النجم الراتسي متقدم نقطتين 15-13، النجم الراتسي لقى نجاعته في الدقائق الاخيره في فتره تقريبا تقاسموا فيها الفريقين، نحكي على الى حدود الدقيقتين قبل النهايه بطبيعه. الاربع دقائق الاولى كانت للافريقي دون منازع، الاربع دقائق الثانيين كانت للنجم الراتسي دون منازع، والنتيجة في الاخر نقطتين بين الفريقين، بين الافريقي والنجم الراتسي. قصة مباراة ستكون غير حاسمة بالطبيعة لانه موسم مازال طويل والفرق كلها معنية، لكن باش يكون عندها اثر معنوي المباراة هذه نوعا ما. كما قلنا في صورة هزيمة النجم الراتسي فانه باش يدخل شوية شك في الفريق بعد هزيمتين في قاعته، في صورة هزيمة النادي الافريقي فانه سلسلة الوردية نتاعو باش تقف اليوم في راتس، يعني مباراة فيها الرهانات. مبروك مروكي يبحث على كيلفين ماتيوز ما يلقاش، يلقى حمودي على مستوى الجناح، يمر للدرايف حمودي يطلب خطا ما ياخذوش، تمشي الكره لمالكولم ماكميلان اللي يربح خطا. مالكولم ماكميلان خطا ضد عمر عبيده، اول دخول للامريكي، الثاني حلول تعويض في الافريقي لكايل فينيلز، حلول مش تعويض وانما حلول اراحه كايل. اللاعب هذا جاء اساسا باش يرتح كايل اكثر من اضافته الكبيره اللي يمكن ينتظرها النادي الافريقي. الملاعب هذا ملاعبي يخلي يقسم شويه طون جو مع كايل باش يخليه ينجم يتنفس يلقى روحه في الاوقات الصعيبه، خاصه في بدايه المباراه ما شفناش ربيع كايل اللي مستانسين به باللعب السريع وبالفيكساسيون نتاعو، هذاك علاش نتصور انا منعمعون خليه يرتاح شويه، خاصة اللي نجم الرياضي راتي ماهوش ماخذ أرياحية، ماهوش ماخذ معناها فارق مريح جدا. دونك نتصور أنا أصاب هوني المدرب مون عمون، مازالت مباراة ظهر لي لي دويل ما شفناش دويل ربح دويل في المباراة هذيا. شفنا نجم الرياضي راتي لقى نجاعته، النادي الافريقي كيف كيف لاقي النجاعة نتاعو. ولو النادي الافريقي في الدقيقة الأخرى تقريبا دو تورن اوفر، عمل خسر كرة قبل هذه من قطع كرة من زوز سبب فيهم مروكي، بركال عليه اليوم من المغربي. البوزيسيون اللي قبل هذه النادي الافريقي كان عمل انترسبسيون مروكي، البوزيسيون هذه تسبب في دخول بقوة من المغربي على مستوى الدفاع، اليوم يعمل في طرح جيد تسبب خسر الافريقي في زوز امتلاكات وربح فريقه دو بوزيسيون زوز امتلاكات. يستعد للدخول مروان لاغنز ثم درايف ان اند اوت، تدخل وتخرج كرة عمر عبيده، يتبع مالكولم ماكميلان
يمشي مالكولم يحاول يتوغل، ثم هشام الزاهي على الكره الثانيه على الدوزيام بال هشام الزاهي. مالكولم ناك ميلان كان شفتوا مباراه النجم الساحلي في الجورجاني وشفتوا الى حد الان في الكورتين ثلاثه اللي قاعد يلعبهم تقريبا ملاعبي بنفس الطريقه، ياخذ كره وقت اللي يفكر انه باش يمشي للدرايف فانه ما يبدلش الاوبسيون في اخر وقت، وهذاك علاش يصعب على روحه الامور ويخلي روحه بريفيزيبل على مستوى الدفاع ويقطع له في برشا كرات رينيه ضد النجم الساحلي ولا اليوم ضد النجم الراتسي. شوفوا التاكيد يجي هشام الزاهي يستدعي من بعيد وينجح. هشام الزاهي اليوم على مستوى التسديد من بعيد يعمل في مباراه كبيره، حتى المدافع المباشر اللي كان معاه الاولاني كان عمر عبيد خلط باخر، عمر اقصر من هشام الزاهي وهشام الزاهي وقت اللي لقى روحه في وضعيه كمان هكا. قلنا في اكثر من مره من لي بيفو من لي رار بيفو في تونس اللي عندهم نجاعه في التسديد من ثلاث نقاط. كره راتسيه عبيده يطلب الكرون، عمر عبيده يطلب الدعم من كيلفين ماتيوز، شالوا مخر شويه كيلفين ماتيوز، ثم تحرير حمودي ينجح. ما هذه الثنائيات مع البازور بين الافريقي والنجم الراتسي، قصه فتره اولى حلوه ياسر، فيها النجاعه فيها الدفاعات الحلوه فيها الجمهور فيها التشويق. شوط ابدع فيه حمودي مروكي، عبيده بدرجه اقل في رادس في الافريقي، شوط ابدع فيه بشير حديدين بصفه كبيره ياسر وهشام الزاهي بالطبيعة نحكيو عليه. هذوما الاربع خمسه ملاعبيه كي سون دي ماركي اللي خرجوا باسكيت كبير بعد 10 دقائق لعب في حوار رادس والافريقي اليوم. اللي ربيع لي بوست نتاعهم لي بوست كلي بوست 4 5 بالنسبه للاعبين هذوما، معناها يلعب خمسه يلعب اربعه يخرج يعطي معناها اكثر حلول خاصه في الهجوم. كي نشوفوا هشام معناها لاعب خاصه يلعب في روجيستر خمسه، تو نلقاه يخرج معاه لاعب خمسه يلقى التسديدات تاعهم فيها ثلاثه نقاط ومن بعد يتسرب باش يلقى النجاح نتاعو تحت السله. كيف بالنسبه للاعب حمودي اللي نعرفوه يحسن اللعب نتاعو الداخلي ويحسن اللعب الخارجي، هذاك علاش لي بوست هذوما اللي فيهم الاولاد بشير وهشام وحمودي صعيب ياسر باش تحصلهم، خاطر يلقاو النجاح نتاعهم البرا تخرج له البرا ينجم يدبر دي بيك. دونك ظهر لي سي دي دويل انونسي بالنسبه للمباراه هذيا، وظهر لي كما قلنا في اول مباراه لحظات الاخرانيه ظهر لي باش تحسم المباراه هذيا. الجولة الرابعة من مرحلة التتويج الأربعة غربة، هذه المباراة اللي تشاهدوا فيها النجم الراتسي نادي الإفريقي، مباراة حماسية مطلوبة من عشاق الباسكيت كل عام. ثم الخمسة نتاع العشية لقاء كبير كيف ديربي النجم الساحلي الاتحاد المونستيري، كيف مباراة حلوة بين الملعب النابلي وشبيبة القيروان، مستوى جيد للملعب النابلي في البلاي أوف، شبيبة القيروانية بشبابها تعمل في بلاي أوف جيد، نتائج مش تبع لك صحيح هزائم ثلاثة هزائم من ثلاثة انتصارات، لكن تحية كيف لشبيبة القيروان. فرقة هذوما ما فماش برشا فلوس الحقيقة في القيروان ولا في نابل، لكن بار تراديسيون موجودين ديما في المراحل المتقدمة بصغارهم بوليداتهم بالشعبية اللي عندهم ديما موجودين، شيء يعمل كيف تحية لهم الحقيقة. الملعب النابلي وشبيبة القيروان يلعبوا كما قلنا الخمسة نتاع العشية في قاعة نابل. استئناف المباراة في الكارتون الثاني في الفترة الثانية، ختام مرحلة الذهاب باش يكون يوم السبت الافريقي الاتحاد المونستيري شبيبة القيروان النجم الساحلي الملعب النابلي النجم الراتسي. ان شاء الله نشوفوا منقولة مباراة النادي الافريقي الاتحاد المونستيري، ثم نهار 28 لقاء ثمن نهائي الكأس، ثم مباريات العوده. الافريقي يستقبل الشبيبه، نجم الراتسي يستقبل الاتحاد المونستيري، والملعب النابلي يستقبل النجم الساحلي. 18-16 نقطتين للنجم الراتسي ومعهم امتلاك اول دخول لعمر بوعليك، رصيد بشري كبير في الفريقين خاصه في النجم الراتسي في نسخه 2017. مروان لغنج يطلب الكرون من هشام الزاهي، البيكانت بوب لتحرير هشام الزاهي يخرج عليه ماتيوز، ثم ثالث انترسبسيون في المباراة للمروكي، دفاعيا يعمل في مباراة جيدة، ثم استقبال خطأ من عمرو بوعليك للكرة الأخرى، كرة الكونتر أتاك، ولو أنه سان جور دو كونتر أتاك عمرو بوعليك يجري مليح، لكن الاستقبال
شطر السلة تقريبا وقتها تعرف كيفاش تاخذ الكرة تنطلق وتطير اون كورس باستقبال جيد تقريبا سجلت السلة. إذا ما تعملش استقبال جيد للكرة ولا تجي تميرة واطية شوية وأنت اون كورس بطبيعة تخسر البوزيسيون كما اللي صار توا. أول دخول لمروان كشريد مكان عمر عبيدة لسعد شوية يحاول يتعدى بالمروكي ثم الخطأ خطأ ضد محمد أمين المغربي. أول خطأ لمحمد أمين المغربي في المباراة رغم دفاعه الجيد ما ارتكبش أخطاء. 18-16 بعد دقيقة ونص تقريبا مرينا حتى نقطة إلى حد الآن بين النجم الراتسي والنادي الإفريقي كيف كيف مباراة نجم تتلعب على الدفاع. تأكيد كلامك ربيع ظهر لي الخطة الدفاعية اللي يبدأ بها النادي الإفريقي خلى النجم الذي الراتسي ما يلقاش برشا حلول وهي توخي دفاع المنطقة. لكن توا رجع النادي الإفريقي بالتغيير بدخول هشام الزاي اللي أعطاه حلول هجومية وخاصة حلول دفاعية خاطر نلقاو لاعب غياز البرة لاعب نعيم ديف الله البرة. دونك النادي الإفريقي مازال عنده كوارت كما نقولوا على البنك هذاك علاش غير الدفاع نتاعو إلى دفاع رجل برجل وشفنا تغييرات في فريق منعم عون. دونك توا ما عادش فما حسابات ظهر لي بالنسبه لزوج فرق فما اللعب الداخلي وفما اللعب الخارجي لكن نتصور ان الدفاع هو اللي باش يعمل الفارق في الفتره هذه. يستعد للدخول لاول مره في المباراه امين رزيق مكان محمد امين المغربي بخطا. امين المغربي في نجم الراتسي صحبه ماتيوز وحمودي اللاعب الوحيد اللي مرتاحش منذ بدايه المباراه في الافريقي تقريبا اللاعب الوحيد اللي ما ارتاحش هو البشير حديدين غير اكثر منعم عون. مروان لغنش كبلاي ميكر معها مروان اخر مروان كشريد ثم ينجح 3-4 هشام 3-4 بستاتيستيك نتاع بوانتور اخصائي نتاع مسدد اخصائي اليوم هشام الزاهي مش سهل 3-4 75% من ثلاث نقاط رهيبة احصائيات هشام الزاهي من التسديد من بعيد توصل كرة لماتيوز معها البشير حديدين ثم هشام الزاهي. مباراة جيدة لهشام الأمانة اليوم والنادي الإفريقي يعرف اللي كالكو بار مباراة اليوم باش تتلعب لداخل لأنه الراكيت تاع نجم الراتسي من طراز كبير ماتيوز وحمودي مش سهل تلعب معهم ذاك علاش رينا اليوم هشام الزاهي مركز مليح تمشي كرة عمرو بوعلاق يحاول يمشي للفاست بريك النجم الراتسي حاول ثم الكرة الثانية حمودي في نقاط قوتو ويلعب على نقاط قوتو حمودي منذ ثلاث سنوات نعرفوه حمودي تقريبا في أول مشواره كان فني أكثر كان يسدد أكثر عنده ثلاث سنين تقريبا أصبح لعبه ثمين أكثر من فرجوي يعني باسكيت افيكاس بالنسبة لحمودي أكثر من باسكيت الفرجوي نتاع حمودي في بدايته لأنه يعني نعرفوه حتى في صون في الشبان حمودي كان يطلع كورة وكان يلعب مليح وكان فنيا ملاعب كبير لكن تقريبا منذ قدومه النادي الافريقي اصبح لاعب افيكاس ثمين على الكرات الثانيه على البلاسمون على الكلاكيت تسديدات مسافات متوسطه خاصه تابيت الكره يعطي زاده حلول في تابيت الكره لاعب حمودي شفناه يلعب الروجيستر هذا في المنتخب ونتصور انا توا بالنسبه للنجم الراتسي راتسي عادل تلاتلي باش يخول على الهجومات المعاكسه واللعب السريع شوفوا توا زوج فرق يلعبوا سمول بول معناها اللاعبين خمسه نتاعهم ما فماش لاعب ارتكاز سنتر كلاسيكي ما فماش لاعب كلاسيكي خاطر اللاعب هشام زي هو توا يتوخى لاعب رقم خمسه كيف كيف حمودي الافريقي وحمودي في النجم الراتسي دونك تصور انا توا اللاعب السريع هو اللي باش يدخل على الفترات هذه من الشوط هذا لو التسديده بشير حديدين كيف كيف اصبحت من اختصاصه تقريبا الكاتش اند شوت ياخذ كره يدور ويسدد على الوهله الاولى اون بروميير انتونسيون من اصعب ما فما في كره السله الكاتش اند شوت لان يلزمها تركيز كبير. اول دخول لداستين تشارلز في النجم الراتسي اللي يحاول ثم الخطا من عمرو بوعلاق على كايل فينايلز. كل كوتش يبحث عن الحلول كل كوتش يبحث عن الثغرات كل كوتش يتفرج في فريقه لانه ينجم يجهز كل مدرب الفريق نتاعو على اساس فورمه معينه بعد الكارتون الاول يعطيه فورمه اخرى يمكن مش اللي خط لها بالنسبه للاعبيه يمكن ما كانش عمل عليه برشا خرج له طرح به والعكس بالعكس على هذاك تشوفوا الكارتون الاول اللي كوتش بصفه عامه يبدا بالستارتر نتاعو اللي متعود بهم واللي حاضر بهم جمعه كامله بعد تراهم يبدلوا في سام بعد لانه نجم الستارتر نتاعو
ما جاوبش البدن ولا المخ ولا غيره، يولي وقتها يفركس على حلول. هذاك رينا بعض التعويضات تقريبا لبناك الزوز لعبوا تقريبا في النجم راتسيو نادي الافريقي، ونحن مازلنا تقريبا وصلناش للنصف الثاني من الفتره الثانيه. وتاكيد لكلامك ربيع ذا اللي التحذير نتاع المباريات هذه ديما احنا مدربين نركزوا في السكاوتين تاعنا على اللاعبين اكثر حضور في كل فريق واللي عندهم ستاتستيك عالي. دونك ديما ديفيرنس تجي من البنك، قاعدين نشوفوا توا في اللقاءات هذه نتاع البلاي اوف ديما البنك هو اللي يعطي الاضافه على غرار هشام زي شفناه اليوم، معناها مردود كبير برشا 3-4 في 3 نقاط. هاو الاحصائيات عطيل، نرجعوا الاولاد نعملوا طلع على احصائيات الفريقلو وبعدها نعملوا طلع كيف على احصائيات نجم الراتسي. الالتقاطات الدفاعيه 10، 13 التقاط في العموم بالنسبه للفريقلي، 24 نقطه، 6 اخطاء، 44% من الثلاثه فيهم، 75% لهشام الزاهي وفريق يدور في 45%، يعني على المستوى النقطتين النادي الفريقلي ما عملش لقاء كبير، لكن اللي هز سكور مليح هو تسديدات الثلاثيه الثلاثه نتاع هشام الزاهي. نمشيو نشوفوا احصائيات النجم الراتسي، اقل برشا من الفريق على مستوى التسديدات من المسافات المتوسطه، المسافات البعيده 1-6، الالتقاطات 10 التقاطات دفاعيه وهجوميه، وفريق يدور في 50% افضل شويه من النادي الافريقي على مستوى النقطتين. واضح اللي النجاعه اللي من التسديد من فيها ثلاث نقاط هي اللي قاعده تعمل في الفارق بالنسبه للمباراه هذه. شفنا دفاع المنطقه اللي قام به النادي الافريقي، خلى النجم الراتسي يقوم باكثر محاولات واكثر تسديدات في ثلاث نقاط، لكن النجاعه اليوم ما بداتش مع النجم الراتسي، هذاك علاش توخى اكثر اللعب الداخلي والتسريبات خاصه من لاعب عباده واللاعب حمودي. نتصور انا فما انكليبر بالنسبه لجوسيو لاقاذية، فما نجاعه هجوميه بالنسبه للنادي الافريقي كيف بالنسبه للنجم الراتسي، فما ذكاء كبير بالنسبه للاعبين هذوما. نتصور انا ما همش باش يزيدوا صح وريوسهم، معناها شفنا النجم الراتسي ما لقاش النجاعه نتاعو من فئه ثلاثه نقاط، توخى معناها الريجستر اخر اللعب السريع والتسريبات. حوارات بين هيكل قسنطيني وبين مراقب اللقاء مصطفى رحمن وبين امين رسيق وعادل الثلاثي، وديه صحيح فما حوارات لكنهم وديه، رينا رمناهم يضحكوا وبه سابيز الجو بصفه عامه، راه وقت الاربيتر يضحك وقت عادل يضحك وقت ملاعبي من الفريقي النجم يتيح ملاعبي من الفريقي يهزوا ملاعبي من نجم راتسي، سابيز لا تونسيون وتخلي المباراه تتلعب في روح رياضيه. امين رسيق مع البشير حديدين، ثم مروان كشريد لعب حمودي، عاود ياخذها مروان كشريد، مازالوا 5 ثواني في الهجوم، كيفاش كملها نجم الراتسي، كملها لداخل مع حمودي، ثم امين رزيق من 3 نقاط مع البزاري سدد وما يسجلش، هز هجومه ل 24 ثانية نجم الراتسي في العملية الأخيرة، رغم أنه توفرت بعض الحلول نتاع التسديد في وسط البوزيسيون، لكن نجم الراتسي كمل البوزيسيون نتاعو ل 24 ثانية وكمل السيستيم للآخر التسديدة لأمين رزيق. امامنا نعيم ضيف الله، كرة اللي فاتت الافريقي مروان لغنش طلع كرة، كايل فينا هيلز تبع في عمر بوعلق، ثم مروان لغنش كايل فينا هيلز يعمل الكرون هشام الزاهي، تعود الكرة للبشير حديدان، ثم 8 ثواني في الهجوم كايل فينا هيلز بشير حديدان يخرج عليها من رزيق، شوفوا من رزيق في دفاع على بشير حديدان، لانه نعرفوا ان من رزيق يعمل مليح ديفونس، يلعب مليح دفاع، عنده اكسبيريونس، ونادي الافريقي الملاعبين اللي ماشيين مليح البشير حديدان، على ذاك رينا دويل بين امين في الدفاع وبشير في الهجوم. صحيح هذا اللي امين قاعد يقوم مردود دفاعي كبير برشا، لكن نعرفوه لاعب خطير برشا، عنده ثقه كبيره في روحه. هذا اللي لو دويل توا ما بين بشير ونعيم باش نشوفوه خاصه دفاعيا، نعرفوا اللي نجاعه بشير ما ينجم يوقفها، كان لاعب قوي لاعب طويل. نتصور انا اللي تغيير تعادل الثلاثي موجه للبشير حديدان ونجاعه بشير حديدان، لكن في الهجوم قاعدين نشوفوا النجم الراتسي قاعد يعول خاصه على اللاعب حمودي حديدان اللي يلاقي اكثر نجاعه في الهجوم. رميه حره ولا لحمودي، يدخل مختار غيازه في الافريقي، يدخل عباده ومراد المبروك في رادس. حمودي ينجح في الرميه، ذكروا حمودي ابن الملعب النابلي لعب في الافريقي ثم
لعب في نابل، لعب من بعد في المغرب في الوداد، من بعد لعب في الافريقي، من بعد رجع للوداد، والان رجع لتونس للنجم الراتي محترف بيتم معنى الكلمه حمودي، ومن اللاعبيه ستابل على مستوى الاداء الفني نتاعهم في السنوات الاخيره في البطوله التونسيه ولا في المنتخب التونسي اللي نتمنى له كل التوفيق في الافرو باسكيت 2017. مروان لغنج ثم كره لداخل، التسديد البشير حديدين والخطا، دخول بقوه، دخول بقوه معلن من هيكل قسنطيني ضد بشير حديدين. على صوره بشير حديدين منذ الرجوع من اصابته منذ سنه ونصف تقريبا، خرج في مباريات من طراز كبير، فما حتى شك باش يكون في القائمه نتاع المنتخب التونسي لوجيكمون، نحكي بالطبيعه لان مش انا الكوتش الوطني، كان من الملاعبيه اذا باش كمل هكا باش يكون موجود في ال 12 تاع الافرو باسكيت هشام بالطبيعه، او قلت هشام بشير، نتمنى له هشام كل الحظ اللي ملاه، نحكي على بشير حديدين خاصة وان المدرب الوطني قال ما فماش معناش مشكل تاع عمر ولا معناش مشكل تاع هذاك اش صرح؟ قال ما نخزوش العمر ونخزو الروندمون والستاتيستيك. تصور هشام معناها يي بوتيتر بارمي لا ليست. صحيح. يخدم على روحه يلقى وان شاء الله هو شرف لما حالة لعب في المنتخب ولعب بطولة افريقية. عندنا فيها حظوظ كبيرة خاصة إذا بشير حديدين قاعد يأكد في كلامي. ممتاز بشير ممتاز. قلنا عندنا فيها كامل الحظوظ الافرو باسكيت توجيه ان شاء الله الاوقات المناسبه باش نزيدوا نحكيوا اكثر عن المنتخب التونسي خاصه اذا يلعب صالح الماجري يقطع كره لاسعد شويه يمشي للفاست بريك ولا خطا خطا ضد داستين تشارلز على لاسعد شويه. قلنا منتخب اذا يجي معه صالح اللي قاعد يلعب للامانه قاعد يلعب مش سهل ياخذ في وقت لعب محترم جدا في الدالاس مافيريكس خاصه في راكيت فيها ديرك نوفيتسكي وفيها باول وفيها باجيت اللي مضروب لمحال النهارين هذوما. كان البارح في انتصار الثواني الاخيره كان لعب وقت طويل ياسر ضد شيكاغو بولز صالح ولعب في الماني تايم يعني حتى كان يلعب فيه الكوتش نتاعو كارلايل كان ما يهبطوش برشا في الماني تايم يهبطوا سوليسيون دو شونج على يرتح على باول ولا على باجيت البارح وقعد تعويل عليه في الماني تايم في وقت صعيب في قاعة شيكاغو بها نحكيه على هذا لانه نحكيه على صالح الماجي اللاعب التونسي واحنا حينا قوس لافرو باسكيت. نرجعوا 27-19 ينجح داستين تشارلز قلص الفارق العميق لخذا نادي الافريقي للامانه 8 نقاط كامله قبل 3 دقائق من نهايه الشوط نادي الافريقي مركز مليح ثم داستين تشارلز يرجع النتيجه الى 5 نقاط الان. كره للمختار غيازه مقطوعه من حمودي تبقى البوزيسيون للنادي الافريقي. امتلاك للافريقي 27-22 على مستوى سكورينج مع انتصاف الفتره الاولى طمعنا شويه اللقاء طمعنا شويه رينا لادريس ومن بعد رينا برشا اخطاء تسديد من بعيد ما ينجحش بشير لنا برشا اخطاء على مستوى حتى التمركز على مستوى حتى على الكره المنطقيه تكون سهله في الفريق ولا في النجم الراتسي مش قاعده تسجل الخطا لنا برشا اخطاء هذاك علاش سكورينج تقريبا 3 دقائق قبل النهايه يعتبر طايح شويه بالنظر للقيمه الفنيه نتاع الملاعبين اللي موجودين عطيل وكما قلنا فما برشا بريسيون مباراه كلاسيكيه كل فريق يحب يفوز بها النجم الراتسي سو بريسيون كيف كيف بعد هزيمه نهار السبت يمكن هذاك اللي ما خليش نشوفه الباسكيت سبونتاني العادي اللي مستنسين نشوفوه بين ملاعبية الافريقي وملاعبية النجم الراتسي. تايم اوت. ربيع ظهلي بعد التسرب الاخراني نتاع لاعب عمر عباده والتوجه خاصه نتاع اللاعب الداخلي نتاع نجم الراتسي واضح اللي نجم الراتسي يحب يكمل الفتره هذيا باكثر اخطاء ضد النادي الافريقي شفنا توا ثالث خطا ولا رابع خطا لاعب غيازه ممكن هذايا ثالث خطأ ممكن هذايا يقلق شويه في الدفاع نتاع النادي الافريقي توجه واضح ما فماش نجاح هجوميه من الاول بالنسبه للنجم الراتسي خاصه في التسديد من فيها 3 نقاط دونك التوخي واضح فما ظهر لي دي ديريكتيف من عادل باش اللاعبين يلعبوا اكثر لعب داخلي والتسربات واللعب التركيز على اللاعب الداخلي على اللاعب حمودي. 3 اخطاء لمختار غيازه من
بالنسبه للملاعبي بالنسبه للمختار غيزه راه ماهيش سوربريز كبيره بالنسبه للمختار، لانه ملاعبي اونغاجي برشا في الدفاع ويعمل برشا اخطاء، حتى مع المنتخب التونسي نشوفوه كيعمل سيدي تاع خطاين ثلاثه ساعات حتى في اربع خمس دقائق. المختار غيزه لا محل في المراكز اللوطه في الراكيت، ملاعبيه معرضه اكثر للاخطاء من اللاعبين الخارجيين خاطر فيهم برشا كونتاكت، خاصة كي تلقى لاعبين خارجيين معناها كي يدخلوا معناها التسرب ويعرفوا كيفاش يركبوا الخطا ويعرفوا كيفاش يمشيوا لانتونسيون باش يركب خطا نتاعو. نقطة للنجم الراتي 27-23، أربع نقاط لفايت النادي الإفريقي، مازالوا ثلاث دقائق تقريبا على نهاية الشوط، نلعبوا الجولة الرابعة من البلاي أوف. كايل فينيلز يحاول ثم ما يسجلش، المتابعة من داستين تشارلز، حاول طلع كرة بسرعة داستين تشارلز يلعب بذكاء مع عمر عبيدة، واحدة اثنين بينه وبين عبيدة ثم مقطوعة من كايل فينيلز. الروبلي ديفونسيف الرجوع الدفاعي كان ناجح للنادي الافريقي في العملية الأخيرة، يمشي زيادة شنوفي يحاول يعمل درايف ما يسجلش بطبيعته، قلنا سكورينج طايح لأنه الفريقين دخلوا في نوع من الهستيريا نوعا ما، حطوا على روحهم بريسيون هذاك علاش رينا نجاعة تحت شوية 27-23 تقريبا في شوط كامل. حمودي يسدد فما بشير حديدين في المتابعة، شقيقه ياخذ الروبون يلعب كرة الأولى مع البلاي ميكر كايل فينيلز، كايل يعمل الإكرون نعيم ثم بشير تمشي كرة للشنوفي يخرج عليه يمين ترجع للأسعد شوية، الأسعد من ثلاث نقاط يعمل إربول تخرج الكرة ويربح النجم الراتسي الامتلاك، يربح النجم الراتسي الامتلاك، يرجع الان مروان لغنج مكان كايل فينيلز تقريبا مركز بمركز نفس المركز لكن مش نفس المواصفات الفنيه، مش نحكي نفس القدرات الفنيه باش ما نمسش من قدرات مروان، لكن مش نفس المواصفات مش نفس المواصفات الهجوميه بين مروان وكايل، مروان مدافع اقوى يلعب برشا على الكونتاكت والواحد ضد واحد، كايل ينجم يسدد من بعيد نجم يعمل لي درايف اكثر. دوستين تشارلز ينجح في وقت صعيب على النجم الراتسي يلقى الحلول عدل تليتلي مع لعبه مركز 2-3، دوستين تشارلز ينجح في ثلاثيه ترجع فريقه على مستوى سلبي نقطه كره افريقيه. مروان يخرج عليه رزيق لغنج يبحث على الحلول داخل مع نعيم ديف الله ما لعبش برشا اليوم نعيم، تمشي كرة نعيم بريسادو على نعيم ديفالا من عمر عبيدة وحمودي، تبقى الكرة عند نعيم ديفالا ثم عمر عبيدة يمشي لان كونتر زيرو الكونتر اتاك وينجح عمر عبيدة ويرجع الفرق للنجم الراتسي في مباراة مجنونة عطيل، مباراة مجنونة سكور طايح ما عندي ما نقول، لكن الانتونسيتي والتشويق نتيجة تقريبا في شوط ثلاث اربع مرات مشات لهنا وثلاث اربع مرات مشات لهنا، مباراة مفتوحة على كل السيناريوهات. وشفتوا لهنا وقت نعيم ديف الله كان فما بلوكاج بالنسبة للنادي الافريقي في الهجوم، كان بالنادي الافريقي ما فهمش انا السيستيم اللي يلعب به في البوزيسيون الاخرانية، قعدت الكرة عند نعيم ديف الله ليزيتاسيون هذيك تخلي الثقة تطيح تخلي الملاعب ما يعرفش شكون يمرر، يمشي ديريكتومون المدافع يعملوا عليه بريزادو فوقوا الكرة يمشي الكونتر اتاك في لقطة واحدة نتيجة كانت للافريقي ولات النجم الراتسي وخلت ملعمون يطلب التايم اوت بعد ما كان عنده بلوس 8 النادي الافريقي يولي عنده موان زان الان امام النجم الراتسي اوموت كام باك الان. ربيع ذا اللي تأكيد اللي فما على الميدان لاعبين ذو خبرة وذو وممتازين معناها شفنا توا اللاعب الامريكي كيفاش حر النجم الرياضي الراتسي كيفاش رجع الفريق إلى مستوى بلوس 1 هذا يوري اللي لاعب الأجنبي يلزم يعطي الإضافة، ما نتصورش أن لاعب أجنبي ما يعطيش الإضافة، سنسنا لاعب كايل فينيكس كيفاش هو اللي يهز النادي الفريق برشا فترات، على عكسه اليوم لقاو لاعب النجم الرياضي الراتسي هو اللي أعطى الإضافة وظهر لي هذه الإكسبيرونس دي جوار بروفيسيونيل هي اليوم باش تلعب دور كبير برشا في الفترات هذيا. مروان لغنج تبع فيه عمر عبيدة تبع معها من رزيق، مروان لغنج يلعب الكرة مع الأسعد شوية تمشي لزيادة لشنوفي حاول يمر للتوغل زيادة شنوفي ما يسجلش، المتابعة للنجم الراتسي والخطأ في الأثنين ضد مروان لغنج اللي فايت النجم الراتسي يعمل في نهاية شوط طيبة النجم الراتسي بعد تقريبا فترة ثانية كان بينظام النادي الإفريقي سيطر على كل المستويات وخذ حتى 8 نقاط، لان النجم الراتسي خاصة 5 نقاط 3 جاو من داستين تشارلز من الكورنر وواحدة من كونتر اتاك عمر عبيدة تقريبا 5-0 الان
خليت النجم الراتسي يرجع في النتيجة كما قلنا قبل ثواني من نهاية شوط مباراة مشوق دفاعي حلو في كل شيء. يخرج الأسعد شوية في الإفريقي منجحش في الرمية الأولى، عبادة يستعد للرمية الثانية، عبادة ينجح عمر عبادة، كايل فينيلز تقريبا زوز امتلاكات في الشوط مازالوا يمكن واحدة للإفريقي وليك للنجم الراتسي. ترجع الكرة بقطع قطع كرة لعمر عبادة وكالعادة ينطلق للفاست بريك. عمر عبادة المرة دي ما سجلش. الحوار بين بشير وحمودي في دين البشير، 28 ثانية على نهاية الشوط، كرة النادي الإفريقي. نعيم ديف الله يلعب الاتاك بلاسي، نعيم ديف الله يحكي مع أصحابه يقول لهم يمشيوا يكملوا ال 24 ثانية باش يكمل الثواني الأخيرة. فما أربع ثواني ديكالاج بين توقيت الهجوم وبين توقيت الشوط. بشير حديدين ينجح البشير حديدين قبل ستة ثواني يسجل نقطتين. البشير بفورمة كبيرة اليوم، داستين تشارلز مع البازور من ثلاث نقاط يسدد ما يسجلش. المتابعة من زياد الشنوفي وفي الأخير نهاية شوط أول متميز 29-29 بين النجم الراتسي والنادي الإفريقي. شوط أول على مستوى النتيجة كما قلنا ما طلعوش ما قربوش لل 40 نقطة الفريقين، لكن على مستوى التشويق والانتونسيتي والفرجة اليوم الفريقين أمنوا لازم. شكرا لك عطيل، نتلقاو تقريبا بعد 10 دقائق من الآن لمتابعة الشوط الثاني. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكم إلى الشوط الثاني من مباراة النجم الراتسي والنادي الإفريقي. مباراة حلوة مشوقة وزاد الحضور الجماهيري الغفير والدخلة اللي عملها وعملتها جماهير النجم الراتسي. رونق مباراة اليوم للأمانة، مباراة قاعدة تدور أمام شبابيك مغلقة في قاعة البلاي أوف 2017، وكما قلنا رونق كبير اليوم في قاعة راتسا منتو جماهير راتسا الوفية اللي تبع تاريخيا فريقها منذ عشرات السنين مش من اليوم. كما قلنا بلاي أوف 2017 بإمضاء الحضور الجماهيري في القاعات الكل في ست مباريات أو ست قاعات اللي مكونة للبلاي أوف. الحقيقة وشنيا الباسكيت من غير الحضور الجماهيري الغفير في قاعات رادس أو الكرجانية أو سوسة أو المستيرة أو نابلة أو القروان. انطلاق الفترة 33-29 نعاود نرحب بعطيل. مرحبا عطيل. عيشك، مرحبا بك ربي عيشك. مباراة في شوط الأول دفاعية شوية عطيل، 18-16 بعد نهاية الفترة الأولى اللي فات نجم الراتسي، 29-29 هي نتيجة الشوط، ولين 33-29 تتصور النسق الدفاعي هذا باش يقعد طاغي على المباراة في الشوط الثاني عطيل، ولا الفريقين تقريبا باش يلعبوا الكل في الكل مع بداية هذه الفترة الثالثة؟ ظهر لي ربيع العشرة لاعبين لقاهم على الميدان هما لاعبين خبرة على غرار انضمام اللاعب نعيم ديف الله، أمين رزيق شفناه كيفاش دخل في الفترة هذيا، الشنوفي حمودي ظهر لي لاعبين ذو خبرة، ظهر لي الطابع الدفاعي ما عادش يطغى برشا، ما عادش فما حسابات، ظهر لي الطابع الهجومي هو اللي باش يطغى. كي نلقاو مراد مبروك، كي نلقاو حمودي، كي نلقاو عبادة، كي نلقاو رزيق، رزيق ظهر لي بالنسبة للنجم الرياضي الراتسي كيف الخماسي نتاع النادي الإفريقي. ليزاتو أوفنسيف موجودين في الفريقين مع بداية الفترة الثالثة، خاصة لاعبين الخبرة ربيع على غرار أمين رزيق. صحيح. مع سبعة نادي الإفريقي ما لقاش توازن هجومي مع الدفاع جيد للنجم الراتسي. دقيقتين ونص مازال ما سجلش النادي الإفريقي، المحاولة من كايل فينيلز والنجم الراتسي في الالتقاط الدفاعي عن طريق عمر عبادة ليمشي للفاست بريك. عمر عبادة ويسجل 8-0 للنجم الراتسي بعد دقيقتين ونص. حجرات الملابس تأتي بالفايدة والمنفعة لفريق عدة ثلاثة أمام فريق منعمون بيو. ظهر لي ما فماش حسابات ربيع، نعرفوا اللي ثلاثة أربع خمسة دقائق الأولانيين في الفترة الثالثة مهمين برشا، يعطيو دافع نفساني بالنسبة للفريق اللي ياخذ الأسبقية. النجم الراتسي قاعد ياخذ في الأسبقية نتاعو، قاعد يأكد في اللعب السريع خاصة اللي قاعد يتوخى فيه واللي توخاه في الفترة الثانية وأواخر الفترة الثانية. نجم الراتسي
قاعد يلعب لو جو ترانزيسيون قاعد يتوغل. نعرفوا اللي نادي الصور الحلوه سامحني قصيت عليك عتيل الصور الحلوه اللي امنتها جماهير النجم الراتسي مع بدايه الشوط الثاني كانت دخله حلوه ياسر كما قلنا بامضاء جماهير النجم الراتسي 8-0 النجم الراتسي مع بدايه الفتره الثالثه. يعني النجم الراتسي نجح دفاعيا مقبل حتى نقطه ونجح هجوميا في ظرف توقيت قصير. صحيح ربيع خاطر نعرفوا نادي الافريقي الاخطاء اللي عنده غياز عنده ثلاثه اخطاء كيف كيف اللاعب هشام عنده ثلاثه اخطاء. نتصور انا ما فماش برشا حلول دفاعيه بالنسبه للنادي الافريقي. توخى في الفتره الثانيه لعب المنطقه النادي الافريقي باش يحاول ينقص من الاخطاء هذيا. سكر البوتاي شويه في ظل هشام زي ومختار غيازه اللي عندهم ثلاثه اخطاء. صحيح هذاك علاش تو شفنا النجم الرياضي الراتسي لقى روحه باكثر اريحيه في الهجمات المعاكسه. ظهر لي سمول بول اللي قاعد يلعب فيه الفريق الراتسي خول له باش يلعب اللعب السريع واعطاه الدافع المعنوي هذايا. زيد حضور جماهيري اللي قلت عليه ربيع ياكد استفاقه تاع النجم الرياضي الراتسي. حلوة المباراة بين الافريقي والنجم الراتسي. قلنا سمول بول اللي يحكي عليه عطيل بصفة عامة الفريق اللي يمشي له حمودي يبدل شوية في طريقة لعبه وليلعب سمول بول لأنه تقريبا حمودي من اللاعبين اللي تفرض سمول بول وقت يمشي الفريق بحكم البوليفالونس نتاعو وبحكم طول قامته والاجيليتي نتاعو يخلي المدربين يفكروا انهم يمشيوا للسمول بول وقت يكون عندهم حمودي. وذاك اللي صار الافريقي نتاع الفيرسيون تاع مولا مون عاون برشا على نعيم حمودي داخل المنطقه لعب سمول بول وزبطولة منعم وقتها كيف كيف عادل التيتلي يلعب قصير يلعب حمودي لداخل ونعيم وامين رزيق كمركز اربعه وقاعده تجي الحلول الى حد الان في الدفاع وفي الهجوم. دخول صاروخي للنجم الراتسي مع 11 بعد ما كانت النتيجه متعادله مع نهايه الشوط. المشكل الدفاعي في النادي الافريقي لكن خاصه المشكل الهجومي في النادي الافريقي وقت الفريق 3 دقائق و33 ثانيه ما يسجل حتى نقطه الى حد الان. النادي الافريقي رميه حره اولى لعمر عبيده هو المباراه اعلى فارق في المباراه الى حد الان. ذكروا ان الافريقي خذا بلوس 8 خذا مع 8 في الشوط الاول في الفتره الاولى خاصه خذا مع 8. رجع النجم الراتسي جات مباراة متعادلة ولان النجم الراتسي ياخذ مع 13 مع 13 اعلى فارق في المباراة الى حد الان. كرة النجم الراتسي لطبيعة الخطا عمر عبيدة امام مالكولم مكميلان امين رزيق تبع فيه البشير مبروك مراد المبروك يلعب مع حمودي متحرر من 3 نقاط حمودي سدد ما يسجلش. مالكولم مكميلان موجود في الروبون ياخذ التقاط الافريقي مكميلان يعمل ليكرون غيازه يخير يلعب على اليمين مع زياد الشنوفي واحد اثنين سكيه سكيه برشا بين زياد الشنوفي ومختار غيازه والقوه لهنا مش في سله المختار غيازه قوه في الاسيست تاع زياد الشنوفي الباس لوبيل بيشنيت كانت صعيبه ياسر على دفاعات النجم الراتسي. حمودي يحاول وينجح وهذا روجيستر حمودي اللي حكيت لكم عليه ملاعب افيكاس ما عادش فرجه كيما قبل حمودي لكن ملاعب افيكاس تحت السله. هذاك اللي دفع حتى ماريو بالما قلنا في اولى ندواته الصحفيه حكينا على اللاعب الداخلي المنتخب يعاني مشاكل ولا خاصه اذا ماشي صالح المجري قال انا عندي حمودي ينجم يامن اللعب الداخلي من غير حتى مشكل قال ما حاجتيش برشا طول قامه. صحيح صالح المجري كده موجود ويحب هذا قال يبدا موجود لكن قال انا مدرب نلعب برشا على السمول بول ما نحبش نلعب بالطويل برشا ونجم نلقى نجاعتي في حمودي وهذا كان اللي قاعد يقوم به حمودي كسوا كان في النادي الافريقي او في النجم الراتسي. الان 44-31 مع 13 للنجم الراتسي مع 13 كما تنجم تكون فارق بسيط. اذا النادي الافريقي يطيح سكور تحت العشره مع نهايه الفتره ينجم يكون فارق كبير اذا النادي الافريقي ما يعملش كامباك بسرعه. كل السيناريوهات ممكنه في حوار الافريقي وراتسي اليوم. بشير حديدين الخطا ضد امين رزيق فماش برشا اخطاء بالكل في راتس عطيل الفريق بكله بالخطا بتاع امين رزيق الان 6 اخطاء باعتبار الخطا الاخير لامين رزيق الفريق بكله في راتس عنده كان 6 اخطاء وما فما حتى ملاعب عنده خطأين فما فوق عكس النادي الافريقي اللي هشام الزاهي عنده 3 فوت ومختار غيازه عنده 3 اخطاء. ربيع خليني اقول لك اللي قاعد يقوم به اللاعب امين رزيق ممتاز وممتاز جدا خاطر قاعد يحصل في اللاعب بشير اللي شفناه
نقاط قوه في الفريق، نقطه قوه نادي الفريق. الفريق اليوم شفنا دونك الحضور تاع امين رزيق خاصه دفاعيا، هو اللي امن النجم الرياضي الراتسي وخلى المردود الهجومي نتاع اللاعبين يكون متميز، خاطر نعرفوا احنا كي نلقاو لاعب نعاولوا عليه في الدفاع نجموا نلقاو رياحنا اكثر، نلقاو الرياحيه اكثر في الهجوم، هذا اللي شفناه في فريق النجم الرياضي الراتسي. مع 11-44-33 مع انتصاف تقريبا الفتره الثالثه، مالكولم ماكميلان، زيد شنوفي، ماكميلان تبع في عباده، اختار غيازة، زياد شنوفي يخرج عليه المبروك، ثم تبقى كرة لعب خارجي لنادي الافريقي البحث عن حلول تسديد من بعيد، ماكميلان يسدد وما يسجلش، ما عطاش اضافة كبيرة ماكميلان منذ قدومه إلى تونس، لكن ملاعبي في جرابه ثلاث مباريات فقط في الافريقي، داستين تشارلز بثلاث نقاط يسدد ما يسجلش، موجود مالكولم في الالتقاط، طلع كرة مالكولم ماكميلان، يلعب بلاي ميكر في غياب كالفي نيلز الآن، يرتحوا منهم، كرة افريقية خطأ، خطأ في الدفاع ضد النجم الراتسي ولفاية النادي الإفريقي. ضد أمين رزيق، خطأ ضد أمين رزيق. 44-33 مالكولم مع بيدا ناعم زيفالا، ثم مالكولم ماكميلان كالعادة مع عمر عبيدة، أمين رزيق والبشير حديدين، وينجح المرة هذه البشير حديدين. مباراة تعمل الكيف كي تبع الدويل تاع أمين وبشير، مباراة في وسط مباراة ومباراة تعمل الكيف، ماتش وسط ماتش بين أمين وبشير، بين نجاعة أمين في الدفاع وفي الهجوم وبين نجاعة بشير خاصة في الهجوم، كنا دويل يفرج. داستين تشارلز مر عبيدة يلعب مع حمودي، سدد من مسافة متوسطة ما سددش حمودي، بشير يعمل الروبون، طلع كرة مالكولم ماكميلان، 3:30 على نهاية الفترة، نعيم ديفالله يمشي للدرايف وينجح نعيم ديفالله، يقلص الفارق، طيح الفارق تحت العشر نقاط نعيم ديفالله، من إلا 13 إلا 7 يلقى روحه الآن النادي الإفريقي، وامتلاك للنجم الراتسي، بلاي ميكر عمر عبيدة، مراد المبروك، زلنا ما لقيناش مراد المبروك اللي سدد من بعيد، عمر عبيده يلعب مع امين رزيق يسدد من بعيد، امين رزيق ينجح، قلنا الثنائيات اليوم بين بشير حديدين وبين امين رزيق مباراه وسط مباراه، ومردود متميز لهذين اللاعبين دفاعا وهجوما. مع 10-47-37 كره الافريقي، مالكولم ماكميلان، نعيم ديفالله يخرج عليه داستين تشارلز، حاول يقطع الكرة، يكمل نعيم ديفالله يسدد ما يسجلش، المتابعة من بشير حديدين، ياخذ الكرة الثانية بشير حديدين ويسجل على طريقة خوه حمودي، ثمين في الكرة الثانية في المتابعات وفي الكلاكات، البشير حديدين سجل من الريجستر الكل اليوم، بشير سجل من المسافات المتوسطة من ثلاث نقاط ومن المتابعات داخل المنطقة، وحكيت منذ قليل على غياب النجاعة الثلاثية للنجم الراتسي عن طريق البوانتور نمرو 1 في رادس، تسديد من بعيد مراد المبروك كان نمرو 1 لوبسيون في التسديد من بعيد في رادس المروكي محمد أمين المغربي، بقدوم مراد المبروك أصبح هو تقريبا الأخصائي رقم 1 في رادس، يسدد ويسجل ثلاث نقاط، مالكولم ماكميلان يتوغل ما يسجلش، المتابعة والامتلاك لشكون؟ الامتلاك لفات النجم الراتسي حسب الحكم على الصورة معز البلطي. 50-39 بعد تقريبا 8 دقائق لعب مع 11 للنجم الراتسي، بعد 8 دقائق لعب عطيل، شنو اللي خلى النجم الراتسي يهز سكور من 29-29 البلوس 11 مع 11، وشنو اللي خلى النادي الافريقي يخلي باسكيت الشوط الاول تقريبا في حجرات الملابس لحد الان؟ والله واضح معناها الدفاع نتاع النادي الافريقي هو اللي خوله باش يرجع في المباراة هذه، شفنا دفاع المنطقة اللي قاعد يقوم به، واللي ممكن التسديدة الأخرانية نتاع أمين رزيق تخلي النادي الإفريقي يرجع، وهذا تأكيد لكلامنا، رجع النادي الإفريقي للدفاع رجل برجل. النجم الرياضي الراتسي واضح النجاعة اللي قاعد يلقى فيها في الهجوم، خاصة بالتسديدة الأخرانية من مراد مبروك والتسربات لعبادة خلات النجم الرياضي الراتسي يلعب مرتاح، الهجمات المعاكسه واللعب السريع خلى النجم الرياضي الراتسي
ياخذ الاسبقيه هذه نتاع 10 و10 11 نقطه، لكن النادي الافريقي ظهر لي باللي دويل اللي قلت عليهم انت، اللي بشير قاعد ياكد وجوده في الخماسي هذا وقاعد يلقى في الحلول، خاصه بالتركيب الاخطاء للاعب امير زيك اللي عاد الثلاث اللي خرجوا واضطر باش يخرجوا. دونك نتصور انا خلينا التغييرات تاعو تاع العمل منعم، مش متعودين نشوفوا في المباراة ثلاثة مع بعضهم، تقريبا ثلاثة تغييرات بالتمام والكمال عملهم منعم عون، وهذا مؤشر انه منعم مش راضي برشا على الستارتير تاع الفترة الثالثة، خليه يدخل اسعد شوية، هشام الزاوي ويرجع كايل فينيس في المقابل، نجم الراتي كامل بنفس الفريق باستثناء دخل منذ قليل المروكي، والان دخل ماتيوز، تعرفوا يكلكيو على بعضهم المدربين، يبدا موجود هشام الزاوي لازم يكون موجود ماتيوز، والعكس بالعكس، مش حتى مدرب ما يخلي الفريق المنافس ياخذ الأسبقية على مستوى القامة وعلى مستوى الالتقاطات. بشير حديدان يعمل فانت حمودي ثم يلعب مع نعيم ضيف الله، يسدد ما يسدد وما يسجلش نعيم ضيف الله ويخسر البوسيسيون تاعو. النادي الافريقي لتعود للنجم الراتسي بعد الكرة الأخيرة. 47 ثانية على نهاية ثالث الفترات، 50-39 مع 11 للنجم الراتسي. عمر عبيده كبلاي ميكر طلع كرة. عاد ثلاث لي نرفز شوية على ملاعبيتو، يدير على ماروكي شوية منرفز شوية، عاد تعرف التومبيرامون تاع عادل. هو حتى منعم راهو يتنرفز، لكن واحد اكستريوريزي وواحد انتريوريزي بين منعم وعاد. كرة للنجم الراتسي، عمر عبيده يتبع فيه كايل فينيلز، تمشي كرة للمبروك مع الاسعد شوية. يحاول يتحرر مراد لمبروك، يلعب مع ماتيوز، استحفظ على كورته ماتيوز، يحاول يمشي للدانك، الاعتراض من نعيم ضيف الله والخطا معلن ضد نعيم ضيف الله، خطا ضد نعيم ضيف الله، ثم احتجاج على الخطا الاخير من لاعبي النادي الافريقي، وهذه اعاده العمليه الاخيره والخطا الاخير المعلن لفيت كيلفين ايفرون ماتيوز. قلنا بس قميص الافريقي كيلفين ماتيوز في بدايه الموسم، ثم انتقل للنجم الراتسي هذا اللاعب. ما ريناش برشا اليوم وما خداش برشا وقت لعب، لكن ريناه مليح في مباراه المستير، عنده طاقات بدنيه كبيره ياسر. كيلفين ماتيوز على الصوره، رميه الثانيه ما تسجلش، لاصعد شويه يعمل الالتقاط كيلفين ايلز، امام عبيده هشام الزاهي، لاصعد شويه مع مبروك، حاول يتحرر كايل فينيلز لكن كمل معاه في الدفاع للاخر، حتى على مستوى الاكرون كان تبع مع صاحبه مراد المبروك على كايل فينيلز، لانه الناس الكل تعرف انه الثواني الاخيره والكلاتش تايم كما هكا 90% توفى على كايل فينيلز في الافريقي، يعرف النجم الراتسي هذا. بشير حديدان حوار مع حمودي، تنتهي لفيت شقيق حمودي الفاست بريك وينجح. فاست بريك مع البزر بين واحد ضد واحد، لسعت شويه عمر عبيده، زوز ملاعبيه اللي يحسنوا مليح اللعب السريع الاكسبلوزيف الهجوم المعاكس، والدويل وفي اللي فايت عمر عبيده مع بزر الفتره الثالثه اللي تنتهي 53 للنجم الراتسي 39 النادي الافريقي. يعني النادي الافريقي سجل 10 نقاط والنجم الراتسي سجل 24 نقطه، 24 10 هي افضل فتره للنجم الراتسي في المباراه ككل. طيب خاصه دفاعين، شفنا النجم الرياضي الراتسي تقدم برشا وضغط برشا على لاعبين النادي الافريقي، ما خلالهمش التسربات، ما خلاش اللاعب كايل فينيلز يعمل السنومبر اللي سنسنا به اللاعب هذا. نجم الرياضي الراتسي قاري مليح نقطة القوة نتاع النادي الافريقي، شفنا لي دويل نتاع امين رزيق على على بشير حديدان، شفنا اللاعب مبروك كيفاش قاعد يدافع على اللاعب لسعد شوية، شفنا كيف اللاعب ماتيوس كيفاش رجع على اللاعب هشام زي اللي قدم مردود كبير برشا ونجاعة كبير، ظاهرين توجهات، ظاهرين نقاط القوة نتاع النادي الافريقي، تركيز كبير برشا من عادل بالنسبه للدفاع، هذا هو اللي اعطى الاسبقيه بالنسبه للنجم الراتسي. كي نشوفوا
39 نقطة بالنسبة للنادي الإفريقي. نفهموا اللي اليوم النجم الرياضي الراتسي نجح دفاعيا 53-39 مع 14 اللي فايت النجم الراتسي صاحب القاعة والجمهور لتبدأ فترة المباراة الرابعة. الفترة الرابعة تنطلق الآن كما قلنا في كلاسيكو النجم الراتسي النادي الإفريقي نلعب الجولة الرابعة للبلاي أوف. مبروك يلعب مع المروكي مع نعيم ثم مقطوعة من بشير حديدان أفضل لاعب في الإفريقي دون منازع اليوم. بشير حديدان أفضل لاعب في الإفريقي دون منازع اليوم. بشير كان في نيز لما نعيم ثم بشير يحاول يمر يرفع الكرة بماتيوز كان خاف من البلاك شوت بشير حديدان ثم الفاست بريك النجم الراتسي عمر عبيدة ثم المتابعة من نعيم ذيفلا. نعيم ذيفلا يرجع في صالة الدفاع ويعمل التقاط ثمين بشير حديدان يخرج عليه مروكي يرتكب الخطأ. محمد أمين المغربي في فترة رابعة باش تكون الدقائق الخمس الأولى نتاعها تقريبا محددة للفيزيونومي نتاع نهاية المباراة بصفة عامة. ظهر لي أهم دقائق بالنسبة للمباراة للفريقين وظهر لي الكامباك تاع النادي الإفريقي نصوروا أنا كان باش يرجع يلزموا يرجع في الأوان في فترة الضغط. والنجم الراسي كان يحب يستحفظ على الفارق نتاعو يستحفظ على الدقائق هذم. صحيح باش نشوفوا النجم الراسي باش يطول في الزاتاك نتاعو ظهر لي باش يلعب ال 24 ثانية على عكس النادي الإفريقي اللي يلزمه يجري أكثر يلزمه يمشي للعب اون ترانزيسيون اللعب السريع باش ينجم يرجع الفارق هذايا. شوفوا نجم الرياضي الراتسي ياكد كلامنا اللي باش يلعب الهجومات نتاعو مركزة كل فريق باش يلعب الباسكيت اللي باش يلزمو يلعبوا مع بدايه فتره رابعه في وضعيه نتاع مع 12 بين فريق يحاول يجري ل 12 نقطه يمشي ل 24 ثانيه ويامن وبين فريق باش يحاول يسدد من بعيد كما كايل فينيلز ويرجع بسرعه. حوارات الفتره إن أند أوت ما سجلش هشام الزاي الفترة التسديدة الأخيرة ولو أنه ملاعب يقبل التسديدة هذه يدور في 75% يعمل تورن أوفر النجم الراتسي يخسر كورته عمر عبيدة يمشي لأسعد شوية ياخذ الخطأ ياخذ الخطأ لأسعد شوية كان تورن أوفر كان خسارة كورة من النجم الراتسي من عمر عبيدة يستغلها لأسعد شوية باش ينطلق للفاست بريك. لأسعد شوية كان بحث على لاكوردي بلوس فوت خذا الفوت فقط على الصورة. لأسعد شوية 8 دقائق و20 ثانية 53-41 ثلاثة أخطاء لمحمد أمين المغربي وهو اللاعب الوحيد في رادس اللي عنده ثلاثة أخطاء. البقية كل الفريق تقريبا ما فتش خطأ واحد حتى في النادي الإفريقي راهو إذا استثنينا تقريبا هشام الزاهي ومختار غيازل كلهم بخطأ واحد. مباراة فيها برشا أخطاء. محمد أمين المغربي سدد ما يسجلش. المتابعة من مراد المبروك تبقى الكرة ب 14 ثانية جديدة للنجم الراتسي. عمر عبيدة ياخذ وقته النجم الراتسي حاول يلعب الهجوم المركز حاول يمشي ل 14 ثانية. التسديد من البازور يسدد عمر عبيدة وموجود هشام الزاهي في الالتقاط الدفاعي طلع كرة كايل فينيلز كالعادة في الإفريقي. كايل فينيلز هشام الزاهي ثم كايل فينيلز يعمل ليكرون هشام لتحرير كايل فينيلز يخسر كورتو كايل فينيز ويبقى الامتلاك لفايت النادي الافريقي. كانت فما محاولات لتحرير كايل فينيز نعرفوا كايل في الاوقات الصعيبه يحب يتحمل المسؤوليه تقريبا وحده في الافريقي. هشام الزاهي سدد من 3 نقاط ثم البشير حديدان ياخذ العنوان. البشير حديدان ثمين قلنا افضل لاعب في الافريقي دون منازع. البشير حديدان ملاعبي ما تنجمش تحصره بشير حديدان. شوف وقت اللي يلعب في الراكات الداخل ياخذ الروبون يكونفرتي رسالات ياخذ الاخطاء وقت الديكروش برا عنده بوانيه صحيحه ويسجل وعنده نجاعه. ثمين جدا بشير اليوم في الديسبوزيتيف تاع منعم عون لانه منعم عون اليوم ما رقاش نجاعه كبيره باستثناء شويه هشام الزاهي وشويه بشير حديدان ما رقاش نجاعه الملاعبين نتاعو الكل. في المقابل عدل ثلاثي لقى مع عمر عبيده مع حمودي مع مراد مبروك مع امين رزيق يعني الملاعبين اللي في فورمه اليوم في النجم الراتسي اكثر من الملاعبين اللي في النادي الافريقي. صحيح ربيع ظهر لي النجم الرياضي الراتسي شفنا معناها اللي يدخل يعطي الاضافه شفنا اللعب سريع شفنا التسديدات في 3 نقاط شفنا البنك نتاعو من رزيق لبرا لكن النادي الافريقي اليوم ظهر لي لقى بشير حديدان هجوميا ودفاعيا قاعد يحصد في حمودي كومي سدوا معناها قاعد يلعب معاه كلاعب 4 ساعات يلقى روحه لاعب 5 شوفوا فيه في الديوال نتاعو قاعد يدافع مليح يقلق في النقطه
في نقطة القوة نتاع نجم النادي الراتي. لكن ظهلي بشير نعرفوه معناها أي لاعب ما نجمش يشد مباراة كاملة وحده، ما نجمش ذاك. علاش شفنا النادي الفريقي ظهلي 44 نقطة في خلينا نقولوا في 33 دقيقة، ظهلي شوية بالنسبة للفريق اللي عنده معناها مجموعة كيف نادي. كرة راتسية عمر عبيدة، كيلفين ماتيوز حاول يمر، كيلفين ياخذ الخطا، ماتيوز ياخذ الخطا اللي فات النجم الراتسي. بعد الثلاث اللي استعمل المبروك عبيده، ماتيوز، كشريط، حمودي، مغربي، بوعليك، داستين، امين، الملاعبين اللي ما لعبوش في راتس اليوم اشرف القانوني وحسني الإلهي وسماعلي، ودار في 9 ملعبيه عادل. بالنسبه للمنعم عون، حسين الجندوبي واشرف الرزقي هما زوج ملعبيه اللي ما وهيثم العلبوش، يعني 9 على 12 كل مدرب استعمل من البنك نتاعو. نعيم ديف الله يمشي التوغل، بلقطه فنيه، لقطه فنيه تخليه ما يتعرضش للبلاك شوت. نعيم ديف الله وقت اللي تبدا تيرون كورس نتاعك على اليمين وتكملها على اليسار، فانه يصبح مستحيل باش يصير عليه بلوك شوت. سكي نعيم في العمليه الاخيره يرجع نسبيا فريقه في المباراه من سلبي 14 قبيله الى سلبي 8 الان 54 46. هل سنشاهد يطلب تمار عادل التلاتلي؟ نرفز برشا عادل التلاتلي على ملاعبيته مع الكامباك اللي خلى عادل التلاتلي حسب رايي يتنرفز، مش النجاعه نتاع فريقه اللي طاحت شويه في الدقائق الاخرى اللي خلاه يتنرفز، انه يعرف اللي النادي الافريقي اليوم مش في فورمه كبيره، يعرفوا اللي الفريق تقريبا الان نعيم ضيف الله عاون شويه هشام في اول المباراه والبشير حديدان يدور في 3 ملاعبيه وهو فريقه حس اللي فما 4 5 ملاعبيه هازين سكور، لكن رغم ذلك ديما قعد له في المباراه النادي الافريقي وما نجمش يعمل البريك المريح ذاك اللي يمكن خلى عاد تلاتلي يكون على اعصابه شويه. بنظر النادي الافريقي مازال حي في المباراه رغم انه ماهوش النادي الافريقي نتاع العاده في مباراه اليوم. نتصور ناكد كلامك زاد ربيع، نتصور عادل التلاتلي التمر هذا واضح باش يعطي دي ديريكتيف اللي نجم الراتسي يلزمو يلعب لل 24 ثانيه. شفنا اللي زوز تسرعات من لاعب مراد ولاعب عباده تسرعوا شويه في الهجومات الاخرانيه، ما لعبوش للثواني الاخيره في الهجومات نتاعهم. نتصور التمر واضح يلزم تركيز على اللاعب الداخلي، نعرفوا اللي نجم الرياضي الراتسي عنده لاعب ماتيوس لاعب داخلي النجم يعول عليه في الفترات هذيا، يلزم يلعب ال 24 ثانيه نتاعو، مازالوا 6 دقائق. النادي الافريقي ماهوش قاعد يضيع في برشا وقت، قاعد يمشي في الهجومات المعاكسه، قاعد يجسم فيهم الهجومات المعاكسه هذيا، ماهوش قاعد يضيع في برشا وقت النادي الافريقي. هذاك علاش شفناه يعمل في كامباك، لكن نجم الرياضي راتسي ظهر لي يلزمه يركز اكثر هجوميا، خاطر دفاعين ظهر لي قاعد يقوم بالمردود اللي يلزم يقوم به. هذا بالنسبه للنجم الراتسي، وبالنسبه للنادي الافريقي قبل انتهاء مباراه حلوه قبل 6 دقائق اخيره عرف يخلي فيها روحه رغم كل الصعوبات الافريقي ورغم الفورمه الكبيره النجم الراتسي خاصه في الفتره الثالثه 24 10، نجم الراتسي عمل كارتون ثالث قوي برشا. رغم ذلك النادي الافريقي بشويه بشويه خلى روحه في المباراه قبل 6 دقائق. هشام الزاهي سدد ب3 نقاط، هشام الزاهي فما المتابعه من بشير حديدان، فما 1-1 مع حمودي، تعب شويه البشير حديدان، فما تمشي كره للمروكي يحاول يعكس الهجوم، يلعب المروكي مع حمودي وينجح في فاست بريك. راهو في نجم راتسي ينطلق للهجومات المعاكسه في هذه الثواني، ونراو انه بشير حديدان كما قال عطيل وتنبأ شويه تعب شويه فيزيكمون بالنظر للدقائق اللعب الطويله اللي خذاها بشير، مقطوعه من ماتيوز تمشي كره للنجم الراتسي. مراد المبروك لا يسيتي، تردد مراد المبروك يمشي في الجو ترانزيسيون ولا يمشي لل 24 ثانيه، تردد هذاك خلاه يخسر كورته، تبقى الامتلاك النجم الراتسي وخطا. تردد شويه مراد المبروك في مخه يقول لك بين فريق وياخذ 8 نقاط، نصبر نمشي نلعب ال 24 ثانيه ولا نكمل في الجو ترانزيسيون. التردد هذاك تقريبا خلاه ما يكملش في الهجوم المعاكس في الاثناء، خطا لي فايت النجم الراتسي. احتجاجات، بعض الاحتجاجات على بعض التقارات التحكيميه في راتسي وفي الافريقي. خروج بالخطا الخامس لهشام الزاهي، 5 أخطاء شخصيه لهشام الزاهي. رميه حره اولى لحمودي،
استعدد الرمية الأولى حمودي وما يسجلش. على صورة محمد حديدين وفي لي رقم 9 منذ أن كان لاعب شاب في الملعب النابلي ينجح في الثانية ويدخل لمين رزيق. المين رزيق الوفي لي رقم 13 حياته الكل غيره في راتس لأنه رقم أحمد سماعلي وأحمد سماعلي باري ما سابش في نمروه هكا خلى ثلاثة وزاد ثلاثة. يلا 57-46 مع 11 للنجم الراتسي الأسعد شوية يحاول يمر. ثم إعلان خطأ ضد كيلفين ماتيوز. خطأ ضد ماتيوز بعد محاولة الأسعد شوية للمرور. شفتوا النادي الإفريقي تقريبا قبل 5 دقائق متأخر 11 نقطة يحاول يكمل هجوماته في 4-5 ثواني ما يحاولش يخسر برشا وقت في الهجوم. قلص في أوقات هجومه. سجلش الرمية الأولى لأسعد شوية. الرمية الثانية ناجحة لأسعد. 57-47 بلوس 10 مع 10 النجم الراتي. دخلنا في الخمس دقائق الأخيرة للمباراة. أمين رزيق كيلفين ماتيوز مع مختار غيازة مروكي مراد المبروك. تمشي الكرة على اليسار للكورنر بلاصة يحبها مليح ينجح في مكان يحبه محمد امين المغربي. سيستم الكل تلعب لتحرير محمد امين المغربي على اليسار وذاك اللي تم. اول مدافع ليه كان مختار غيازه. مختار غيازه لاعب سنتر ما ينجمش يلقى الريتم باش يخرج فيسع على 6 متر و75. هذه الفيكساسيون ربيع اللي يطلب السماح من اصحابه بشير حديدين. والصوره الاخيره كانت تاكد الكلام قال عطيل قال بشير ما ينجمش يلعب 40 دقيقه ويهز مباراه وحده. وشفتوا في البوسيسيون هذه والبوسيسيون اللي قبل هذه خسرهم بشير حديدين تاع ملاعبي هز ومن بعد تعب شويه فيزيكمون. تحسوا بشير نتصور اللي بشير تعب شويه اما خلينا نقولوا اللي دفاع النجم الراتسي خاصه كي لقاو لعبه من رزيق ولعب ماتيوس باش يقلقوا برشا. معناها بشير في اللعب نتاعو النجم الراتسي قاعد يلقى في التحرير معناها في الفيكساسيون نتاعو. راك تشوف عباده مراد مبروك يسدد مع البازار. شوفوا الحكم يقرر احتساب السله ولا لا. يقع احتساب السله ولا لا يضر. لا يقع احتساب السله. هي كانت مع الفريم الاخير مع البازار كانت فما شويه هيزيتاسيون بعد ثبتها مع الصبوره وقع احتساب السله الاخيره تيرو بازار للنجم الراتسي مع 16. يسدد بشير ما ينجحش. فما ماتيوز في المتابعه. 16 نقطة قبل 3 دقائق ونص. نهاية مباراة تقريبا مريحة للنجم الراتسي. نجم الراتسي نادي الافريقي عمل مباراة طيبة على المجمل. اللقاء ينجح المبروك. تعرفوا السلة تجيب السلة والثقة تجيب الثقة. ويطلب التايم اوت منى معون لإيقاف الهيجان الهجومي. ولأن الكلمة هذه ما نحبهاش برشا في الهيجان الهجومي لكن لإيقاف الهيجان الهجومي لنجم الراتسي في قاعته أمام جماهيره الغفيرة. يطلب التايم اوت منى معون لأنه النتيجة طلعت في 19 نقطة في دقيقتين بعد ما كان دفاع واقف مليح في النجم الراتسي بعد بشير حديدين تعب. قلت تعب بشير حديدين تعب الأفريقي اليوم. وقتلها النجم الراتسي غير في مفاتيح اللعب الهجومي نتاعو يعني ما عملش على ملاعبي برك. مبروك سدد حديدين سدد عبيد مشى الكونتر اتاك رزيق سدد مروكي سدد نجح. بين فريق هجوميا يدور في 5 ملاعبيه وفريق هجوميا يدور في 2 ملاعبيه دار في البشير وهشام الشوط الاول ثم البشير ونعيم الشوط الثاني. بين فريق يدور 5-6 اوبسيونات حلول هجوميه وبين فريق يدور كان في 2 حلول نتيجه تطلع ل 19 نقطه. زيد ربيع دفاعين نجم الراتسي قدم مردود كبير برشا. شفناه لو بلوس اللي قاعد يقدم فيه امين رزيق عباده مراد جوست. زيد الفيكساسيون خليني نقول لك نتاع اون اتاك نتاع عباده مبروك. عباده يديبوردي سايب مبروك مبروك يديبوردي سايب امين. الالتقاط امين الالتقاط الدفاعي تاع ماتيوس والدفاع القوي نتاع امين رزيق خلى نجم الراتسي يكمل معناها الفتره هذيا باريحيه على عكس النادي الافريقي ما لقاش الحلول الهجوميه. شفنا منعم بدل برشا في الفريق دخل مروان توا دخل كيف لعب غيازه. نتصور ما فماش برشا حلول بالنسبه للنادي الافريقي خاصه وقت اللي نشوفوا النجم الراتسي حاضر دفاعيا.
66-50 بعد ثلاثية نعيم ظفالة منذ ثواني. دفاع زياد شنوفي على كيلفين ماتيوز، ثم البريزا دو كانت ناجحة تقريبا، ثم تغطية في الدفاع على ماتيوز يخرج واحد ويغطي واحد، كانت ناجحة في النادي الافريقي. ربحته بوسيسيون كما قلنا قبل كيكتين ونص من نهاية مباراة، 16 نقطة لنجم الراتسي. 66-50 نعيم ظفالة جرب حظه من ثلاث نقاط. إيربول ما كانت ناقصة كرة نعيم ظفالة قبل كيكتين، 21 ثانية ياخذ اوبسيون محترمة جدا لنجم الراتسي. 16 نقطة 66-50 في مباراة حسب اعتقادي تلعبت في الفترة الثالثة، في الـ 24-10 اللي خذاها النجم الراتسي في الكارتون الثالث، 14 نقطة هي نفسها تولى 16 نقطة، يعني النجم الراتسي خذا الفارق المريح قبل دقيقتين، خذا الفارق هذا بأخذه للـ 24-10 متاع الفترة الثالثة. تايم اوت كما قلنا قبل دقيقتين من نهاية المباراة. نرحب بكم لكل من يلتقط صورة القناة الوطنية الأولى، القناة كما قلنا اللي تحب الباسكت، أحباء جماهير أو مولعين بالرياضة بصفة عامة، مدربين خارج الحدود. خص بالذكر غسان الجربي المدرب السابق للنادي البنزرتي، درب في أهلي بنغازي، شاهد فينا وسلم عليك. طيب سلم عليه، خدم معايا، خدمت أنا وياه في بنزرت، تحية ليه. تحية ليه ولكامل إطاراتنا اللي تبعوا فينا برشا مغرومين الحقيقة ويسألوا ويتبعوا في البطولة التونسية. الأولاد الكل نعاودوا نحييهم اللي تعرفوهم الكل، هيثم وسليم والأولاد الكل موجودين. كنا نحييو وليد الغربي اللي كان في الرباط المغربي، الآن وليد الغربي تجربة جديدة في الاتحاد المونستيري، كيف كان تبعنا برشا في المغرب وغيرهم اللي تابعوا فينا ويلتقطوا في صورة القناة الوطنية الأولى. هذه مباراة النجم الراتسي النادي الإفريقي، نلعبوا الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، جولة قبل نهاية مرحلة الذهاب. في مرحلة التتويج تتلعب كلها أربعة وسبت باستثناء أسبوع فقط راحة باش يكون مخصص للكأس الأسبوع سبت القادم. مع 14 دقيقتين الكرة وبوسيسيون للنجم الراتسي. رزيق مروكي، محمد أمين المغربي، تبع في زياد الشنوفي، أمين رزيق، عمر عبيدة. 14 ثانية الآن في الهجوم تاع نجم الراتسي، ياخذ الخطأ. مروان لغنج يضطر أنه يعمل الفاول باش يقص الكرونومتر، باش يقطع التوقيت، باش يقص التوقيت. خطأ الثاني لمروان لغنج. بوزيسيون لنجم الراتسي، عمر عبيدة مع مروان لغنج، عبيدة ثم محمد امين المغربي، من اليمين لليسار لتحرير امين رزيق من ثلاث نقاط، يسدد وما يسجلش امين رزيق. الخطا، خطا معلن. الكره تسدد من سله لسله، هذه هي خارج التوقيت لا محاله، ما ثبتش شكون اللي سددها، لكن اللي لكن لا لونتي تطويل شويه نخليوها. زيد شنوفي شو منين سدد باك كورت، ومن بعد نشوفوها، هي ما تحسبش لا محاله، لكن باك كورت شوت تتسمى من بعيد، من بعيد برشا زياد الشنوفي، يعني النجاة اللي كان محتاج لها الفريق مع زياد الشنوفي من قريب ما لقاهاش، ووقت الوقت الميت كما قال، يعني سدد من باك كورت شوت من وسط، سدد على سبيل الدعابه زياد الشنوفي. 66-54 مازال دقيقه ونص في المباراه. مراد المبروك لعب مع امين رزيق، يمشي ل 24 ثانيه النجم الراتسي، استحفظ على الفارق المحترم جدا قبل دقيقه 20. 66-54 12 مع 12 لمراد المبروك. رونفيرسمون من اليمين اليسار لامين رزيق، امين رزيق وصل كره لماتيوز، ويبقى الامتلاك للنجم الراتسي. واضح النجم الراتسي يقول لك حتى اذا ما سجلش بعد ال 24 ثانيه الاولويه انك تكمل ال 24 ثانيه، من بعد تسجل ولا مش مشكل، هذا اللي كان عاد الثلاث اللي اصر عليه. في المقابل النادي الافريقي منرفز لانه ماذا به يقص كره اثنين في الثواني الاولى للهجوم النجم الراتسي باش ينطلق الهجوم عكس، او يخلي روحه ينجم يسجل ثلاث نقاط ويعمل وراها خطا. واضح ربيع الطمر اللي خذاه منى معون الاخراني يقول فيه اللي يلزم النادي الافريقي يعرف كيفاش يكمل المباراه هذيا. نعرفوا اللي العامل النفساني في المباريات هذوما مهم برشا، يلزم الفريق يعرف كيفاش يخسر معناها باقل اضرار، على عكس نجم الرياضي الراتسي اللي ما عندوش حسابات، ظهر اللي قاعد يجري في الوقت نتاعو، يجري في الاخطاء نتاعو، ويجري في الهجومات نتاعو. نتصور انا المباراة حسمت بالنسبة للنجم الرياضي الراتسي في 13 نقطة، دقيقة وبوسيسيون
تقريبا الامور حسمت لنجم الراتي. ممر عبيده يبحث عن قطع كره نعيم فيفلا، مازالوا 8 ثواني في الهجوم. مراد المبروك يوصل كره لماتيوز لوا، اجمل عمليه في المباراه، 20 ثانيه دارت الكره تمشي من اليمين لليسار للوسط توفى لداخل الانساد جيم عن طريق ماتيوز اللي يختمها بدنك. تفاعل كبير للجماهير مع اللقطه الاخيره لكيلفين ماتيوز. لاسعد شويه يسدد من 3 نقاط، ينجح لاسعد، قلنا حسن مليح في احصائياته لاسعد شويه، نجمو كان نحييه والخدمه اللي قاعد يخدم فيها لاسعد خاصه على مستوى التسديد من بعيد، اصبح تقريبا متكامل لاسعد شويه. يمشي زياد الشنوفي ويسجل ويقلص الفارق الى مستوى 10 نقاط قبل 20 ثانيه. كره اللي فاتت النجم الراتسي مراد المبروك ومرة عبيده، 14 ثانيه 10 ثواني 8 نقاط اسبقيه ومعهم امتلاك امين رزيق قبل 7 ثواني ينجح يعطي اسبقيه 11 نقطه. انتهت الامور وفاز النجم الراتسي في لقاء القمه اليوم في مباراته ضد النادي الافريقي. نذكروا للنادي الافريقي 3 مباريات في البلاي اوف، 3 مباريات فاز بهم، اول هزيمه للفرقه في مرحله التتويج، هزيمه تاتي من رادس امام النجم الراتسي قبل ثانيه واربع اجزاء بالمية 11 نقطه لفريق النادي النجم الراتسي. كما قلنا اذا النجم الراتسي في موسم السنه 15 مباراه 13 انتصار وزوز هزائم للنجم الراتسي، زوز هزائم كانوا من النجم الساحلي. نادي الافريقي 18 مباراه باعتبار سلسله البراج البونوس 16 انتصار وهزيمتين، هزيمتين الافريقي جوستومون كانوا نجم الساحلي. يعني الفرق زوز هذوما السنه خسروا قبل المباراه هذيا كل واحد مرتين فقط، والزوز كانوا من النجم الساحلي الهزائم. باش تعرفوا قيمه بلاي اوف السنه، بلاي اوف 2017. نهاية المباراة إذا بين النادي الأفريقي والنجم الراتسي بفوز النجم الراتسي في لقاء القمة 72-61. شكرا لك عطيل على إضافتك الفنية، مشكور. كان معكم ربيع البحوري وكنا نتابعوا مع بعضنا في مباراة النجم الراتسي والنادي الأفريقي. تلقاو إن شاء الله بعد 3 أيام بموسم مباراة الأفريقي الاتحاد المونستيري. هذا هايلايتس وصور لمخرج اللقاء عماد زغدان. شكرا لكم على المتابعة وتصبحون على خير.